السلام عليكم متابعينا بكل مكان، واخيرا وصلنا التكنو بوفا 4 برو. طبعا جهاز مش عادي صراحه، كان نفسي اجيبه الاسبوع الماضي مع البوفا 4 عشان نشرح عنهم ونقارنهم، بس للاسف ما نزل، اتاخر بعديه باسبوع، لذلك اليوم جبته راح نحكي عنه وعن ميزاته، وراح اقارنكم بينه وبين البوفا 4 العادي، وكمان راح احكي لكم نصيحه للي بحب يشتري شو يختار. أول آخر الخيار لكم، بس أنا بعطيكم ميزات كاملة وانتو اختاروا. طبعا أول شيء زي ما احنا شايفين تصميم جدا رائع، شبيه جدا بالفوفا 4 العادي، نفس الكفر نفس شكل الكاميرات، عندنا الخلفية برضه حكينا بلاستيك لكن ماتيريال كثير كويس وخشنة عشان ما تطبع الأصابع زي ما احنا شايفين. أول ملاحظة بنلاحظها عليه بالنسبة للتصميم انه السماكي فيه اسمك من البوفا 4 العادي. بوفا 4 عادي حكينا 8.7، هون 9.2، فيعني فيه سماكي اكبر، بس زي ما احنا شايفين هذا واضح لنا بالكاميرا، حاطينه زي كسحة هيك حواف خفيفة من الامام والخلف، ما بتخليك تحس بانه خميل. فعليا يا اخوان الديزاين في شركة التكنو جدا رائع، فعلا ناس بفكروا، ناس فهمان وناس عبقرية، دائما تصاميمهم حلوة، يعني هذا مضيعين للخمالي زي ما احنا شايفين. بالنسبة للشاشة عندنا هون جاي أموليد، وهاي أول اختلاف بينه وبين البوفا 4 العادي. طبعا الثنتين بتيجي معدل تحديث 90 هرتز، هاي بتيجي حجمها 6.6، هذيك 6.8، لكن عندنا هون هاي أموليد. أموليد بتعطينا تجربة كثير غريبة وأجمل بكثير، يعني معروف شو شاشة الأموليد، حتى وانت تجرب تلعب عليها او تفوت تتصفح او اشي بتحس اصابعك ماشي لحالها، سلاسة في التعامل. الاموليد كثير سفاحة واعطتنا كثير اختلاف عن البوفا 4 العادي، مع انه زي ما راح نعرف لقدام شوي مش هالفرق بالسعر، لكن الشاشة زي ما حكينا اعطتنا تجربة، كمان شوي راح نشوفها على الالعاب. بالنسبة للبصمة الجانبية زي ما احنا شايفين، مجرد ما نسكر الجهاز أي لمسة بتفتحه، هاي كمان تسكير، أي لمسة لو لمستها بأي زاوية بأي اتجاه بتفتح بسهولة. الشاشة زي ما احنا شايفين كذلك كثير 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 سلسة وحلو تعاملها، ما في أرقى من هيك، وراح نشوفها كمان شوي زي ما حكينا. بالنسبة لمواصفات الداخلية، أول شيء عندنا المعالج عندنا هون بيجي من شركة ميديا تك اللي هو هيليو 99، معالج هيليو 99، نفس المعالج الموجود على البوفا 4 العادي، هون المعالجات متشابهة. بالنسبة للرام، البوفا 4 أعطانا 6 جيجا رام، هون أعطونا 8 جيجا، يعني الرام أعلى. بالنسبة للذاكرة من 128 للبوفا العادي، والبرو هون أعطونا 256. طبعا هذا الجهاز ما في داعي أحكي لكم، هذا عبارة عن العمدة، عمدة الأجهزة، يعني لما ينزلوا سلسلة كشركة تكنو بتنزل لنا بوفا 4 عادي، بتنزل لنا سبارك، بتنزل لنا أجهزة، بس دايما التركيز والاختلاف بعطونا على البوفا 4 برو، يعني هذا كثير بيعتنوا فيه من اسمه برو، بعطونا عناية شوية مختصة فيه، لأنه هذا اللي بنافسوا فيه، وصراحة فعلا دايما بنجحوا، التكنو دايما بتنجح في المنافسة بأجهزتها. بالنسبة للبطارية عندنا هون 6000 ملي أمبير، نفس البوفا 4 العادي، بس عندنا هون اختلاف كثير مهم اللي هو الشاحن. الشاحن غاز 18، هون معطينا شاحن فاست شارج 45 واط، شاحن سريع جدا وبيشحن أسرع من البوفا 4 العادي، وهذا كمان اختلاف موجود فيه. طبعا وآخر شيء بالنسبة للمواصفات، نظام التشغيل بيجي أندرويد 12 سواء على البرو أو العادي، مع واجهة اللي هي هاي او اس من شركة تكنو، يعني واجهة شوي مختلفة لكن نفس نظام اندرويد 12، بس في بعض الشركات بتحب تحط واجهات إلها، هون عندنا نظام اندرويد 12 مع واجهة هاي او اس من شركة تكنو. طبعا بالنسبة للألعاب راح نجربها مع بعض كالعادة، بس قبل ما نبدأ راح أحكي لكم إنه صراحة لاحظت كثير 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 فرق بأداء الشاشة، يعني الشاشة لحالها لما تلعب لما تتحرك السلاسل اللي فيها موجودة، راح نشوفها مع بعض، ما أعطيتني تجربة
تختلف 360 درجة عن البوفا فور العادي. طبعا الاثنين أجهزة جيمنج، وهذا زي ما حكينا مواصفاته لسه أعلى، يعني أفضل للجيمنج، بالإضافة لميزة الشاشة اللي فعلا خلته كثير خرافي. خلينا نشوف مع بعض أول إشي الببجي. طبعا زي ما احنا شايفين هون سلاسة كثير كثير بالتعامل، فرق بين الأمولد والعادي فرق كبير، شايفين شوف الحركة، يعني تحسها كثير سلسة. طبعا بالنسبة للفريمات أكيد ما في أي مشاكل. شايفين أداءها كثير عالي في الألعاب، كشاشة فعلا معطيتني تجربة كثير مختلفة. كوضوح كأداء ككل شيء فيها الشاشة فعلا رائعة، ولازم تجربوها. كذلك عندنا كول اوف ديوتي زي ما احنا شايفين حركتها كثير جميلة. ما ننسى كمان الصوت الستيريو اللي بيطلع عندنا من جهتين من اعلى واسفل. شايفين كيف أداها جدا قوي على الألعاب. زي ما شفنا كثير كانت تجربته حلوة على الألعاب، وأعطانا أداء كثير حلو خاصة مع صوت الستيريو ومع الشاشة الأموليد، فعلا جهاز كثير خرافي. بالنسبة للمواصفات ذكرناهم، بس أنا صراحة لو أنا سألني حدا شو أختار طبعا راح أختار له البرو، لأنه صراحة مش هالفرق بالسعر. هذا الجهاز نزل سعره 170 بينما العادي نزل 150، يعني فرق فقط 20 دينار، بس انت فال 20 ماخذ فرق كشكل مميز، كشاشة أموليد مختلفة، سرعة شاحن أعلى بكثير، وفي كثير ميزات. طبعا كرامات مثلا انت ماخذها أعلى، ماخذ 256 ضعف الميموري العادية. فبوجهة نظري أنا صراحة بحب انه شخص ماخذ وماخذ فرق بسيط، تأخذ شيء أعلى درجات كبيرة، وهذا إشي برجع لكم. يمكن شخص يكون مثلا إمكانياته غير أو وضعه غير أو حاجته للجهاز ثانوي مش جهاز رئيسي، بس أنت إذا حاب تتخير بين جهازين وحاب تشتري وحاب تأخذ نصيحتي بحكي لك خذ تكنو بوفا 4 برو، مش راح تندم، جهاز كثير حلو. ما راح نطول عليكم أكثر من هيك، إن شاء الله بنشوفكم فيديو جديد وجهاز جديد.